مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مشاهدينا. يعد التصوير من أكثر الوسائل المؤثرة في توثيق الثقافة والتراث، ومن هذا المبدأ جاءت فكرة تنظيم ملتقى ألوان السعودية، وهو الحدث الأول السنوي يضم معرضا وطنيا للتصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى مسابقة للتصوير وحفل تكريم وورش ودورات تدريبية في هذا المجال. ولنعرف أكثر ولنعرف مزيد عن هذا المجال وعن هذا الملتقى الرائع، نشوف هذا التقرير ثم نعود إليكم. ملتقى ألوان السعودية للتصوير الفوتوغرافي هو الأول من نوعه، بحيث يعد التصوير الفوتوغرافي من أكثر الوسائل المؤثرة في نشر وتنمية وتوثيق الثقافة والتراث. كما لقي ملتقى ألوان السعودية أعداداً غير متوقعة من الزوار والمشاركين، بحيث كان هنالك جوائز مقدمة لأفضل الصور المشاركة. والله فوزي في المسابقة يشعرني بالفخر، بحكم أنه على حسب ما سمعت من الأمس أنه عدد المشاركين في الملتقى أكثر من 1000 مصور، وكوني من ضمن 40 مصور، هذا يعتبر إنجاز لوحده. فزت بالمركز الثاني في وجوه سعودية، هي صورة ولدي، وأخذت صورة عفوية كده تذكار، يعني هي بس في البيت. لما طلبوا وجوه سعودية في الفئة رسلتها معهم، وحب أن يستمر هذا الملتقى سنويا إن شاء الله بمشيئة الله، كمان تطلع شباب صور ثانية لشباب يعني مبتدئين. مسابقة رجل من تهامة بالزي التقليدي السعودي التهامي، فتم الفرز تقريبا ما بين أكثر من 4600 صورة، والحمد لله أخذت المركز التاسع في فئة وجوه سعودية. الكورنر دفعة، أول دفعة بالمملكة العربية السعودية من جامعة حكومية جامعة الأميرة نورة، القسم جرافيك ديزاين اند ديجيتال ميديا. صراحه المجتمع مره احنا تعبانين معاهم، مو متقبلين التصوير وهذا الفن الجديد، فيحتاجون ان التوعيه بهذا الفن. كان من ضعاف السمع، معاقه سمعيا، والظاهر انا اول وحده شاركت بهذه الملتقى من فئه السن. طبعا هذا الملتقى الالوان انا شاركت معاهم في المسابقه، وبعدين يوم شفت انهم يبغون يسوون كل واحد من اللي يبغى يشارك في ركن كذا، شاركت انا ركن وحطيت لوحاتي كذا عشان ابغى الناس يعرفون انه كيف السعوديين موهبين، سواء كانت من رجالا او نساء. اراء الجمهور حول الملتقى كانت فوق الرائعه، والجميع يرغب في استمراريته بشكل سنوي، بحيث يشجع هواة التصوير ويسقل مواهبهم ليجعل منهم محترفين. صراحة من أشد المعجبين بالتصوير وكذا، بس ما توقعت أنه في صور بهذا التميز، يعني أحس كل ركن كان في شيء يعني مميز له. وشيء جميل أنها أول مرة يكون في السعودية، شجعنا أن نجي. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا بكم مرة أخرى من جديد. بعد ما شفنا التقرير الرائع هذا، نرحب بضيفتنا لوجين مرزا، أستاذة في الجامعة الملك نورة، الأميرة نورة آسفة، ومصورة فوتوغرافية. مظبوط، يقولون رائعة كمان ما شاء الله. الله يسلمك، شكرا. يعطيك العافية، كيفك؟ الحمد لله، الله كويسة؟ يسلمك. كويسة، يعطيك العافية. شكرا لك، شكرا روتانا استضفتوني هنا عندكم اليوم. يعطيك العافية. احنا عرفنا انك ما شاء الله تبارك الله من الفائزين في الملتقى هذا الرائع. أيوه. قبل ما تعلمينا عن اللوحة الرائعة اللي فزتي فيها، نبغى تعطينا فكرة عن الملتقى، كيف كان؟ الملتقى كان رائع جدا، كان سبب لاجتماع كل المصورين من أنحاء السعودية كلها، شمالها وجنوبها غربها وشرقها، الكل اجتمع في مكان واحد وعرضوا صورهم اللي تمثل التراث، تمثل الحضارة السعودية من القديم الماضي إلى الآن، التطور اللي حاصل في السعودية، فكان شيء جدا مثلج القلب وشيء جدا رائع. جميل، حلو. طيب أنت كلوجين، إيش عمل لك الملتقى هذا؟ أنا بكلمك كلوجين مصورة فوتوغرافية. أيوه. مش أستاذة.
كمصورة وفنانة. أنا جدا فرحت فيه، يعني ما تتصوري قد إيش فرحتي إنه صار أخيرا، حسيت إنه صار في أخيرا تقدير للمصورين السعوديين الفنانين، من هو ومن بروفيشنال. يعني كان في ناس كمان مختصين زي في مجال التصوير وصار في تكريم لهم، مثلا زي أستاذ خالد خضرجة من جدة وغيره من الناس المشهورين جدا والمعروفين في مجال التصوير في السعودية. جميل. صار في تكريم للمصور، صار في يعني تشجيع للمصورين، حتى من الناس اللي فازوا بالمراكز الأولى والثانية والثالثة ناس هو يعني صدفت مسكين الكاميرا صوروا لكن ما شاء الله فازوا بالمراكز الأولى، فهذا تشجيع للمصور، تشجيع للمرأة السعودية وللشاب السعودي حتى كمان. شفنا في التقرير للاحتياجات كمان الخاصة الناس، يعني مزبوط. ما شاء الله اللي فايزين كمان إلا مزبوط إلا إيه. طيب الملتقى كان مترتب على إيش؟ يعني هل لشيء معين أو في أمور تحتها؟ أنا قريت عنه وعجبني، بس أنا أبغى من أسمع والله مني. هو أساسه أنه يعني يبغوا يظهروا جمال التراث والأثار والحضارات اللي في السعودية. جميل. عن طريق الصورة السعودية، عن طريق حلو. تصوير السعوديين الموجودين. فكان نعم أظهر الملتقى، يعني أظهر أولا مواهب السعوديين زي ما قلت اللي عندنا، وبالتالي كمان أظهر حضارة السعودية بين الماضي والحاضر. جميل. كمان بين التطور العمراني اللي صار عندنا، التطور التعليمي. وإحنا معنا صور هنا. أيوة. هذه التطور إيش؟ هذه جبتها صورة عشان كنت حابة أختم فيها. جبت صورة طبعا للتطور العمراني والأشياء. هذه صورة بس ابتسامة جميلة لخروف كان موجود في مكة المكرمة كذا في حارة صغيرة، وهالخروف طالع بس وداني هالابتسامة، فقلت لازم يتصور ويتحط من لفت انتباهك. مزبوط. يعني يكون ضمن يعني يوثق تاريخيا الابتسامة الجميلة هذه. صورة ثانية أستاذنا حد حطها صورة طيب. الخروف لا كلها جميلة، يعني انت اكيد انت عندك نظرة معينة في كل صورة. طب انا سمعت كمان في ملتقى في ورش عمل وفي دورات تدريبية وفي فانت مشاركة في الموضوع هذا؟ احنا مشاركين كجامعة نورة عندنا. أيوة. كمان ورشة، مو ورشة عمل، عندنا سكشن هناك جامعة نورة في اعمال طالباتي بيدرسوا تصوير فوتوغرافي. جميل. لان جامعة نورة تعتبر اول جامعة حكومية في السعودية فيها بيدرس مادتين تصوير فوتوغرافي، مش كقسم لكن هي مادتين، تصوير مبتدئ وتصوير يعني متقدم. فبداية حلوة، وإن شاء الله من أهدافنا القادمة يصير عندنا قسم تصوير فوتوغرافي يخرج طالبات معهم بكالوريوس. جميل. إن شاء الله. جميل. حلو. طيب إيش كنت بسألك كمان لجين؟ أوكي. طب أنت كمصورة التصوير معاك إيش مسوي لك في حياتك أو إيش مؤثر عليك في حياتك؟ التصوير فن. أنا أعتبر نفسي قبل ما أنا مصورة، حتى في البزنس كارد حقي كاتبة فيجوال أرتست، أنا فنانة وبأظهر فيه أي شيء بشوف، بحاول دائما أطالع حواليا بطريقة فنية، أشوف الشيء الحلو في كل شيء، أحاول أظهر مشاعري، أظهر مشاعر سعيدة، مشاعر حزينة، إيش ما كانت عن طريق هذه الصور. أحاول محل ما أروح دائما أخلي عيني أطالع حواليا أشوف إيش في شيء حلو الواحد يظهره عن طريق الصورة هذه ويوثقها تكون موجودة. حلو. الصورة هذه يعني شيء بيوثق الحدث، هذه لحظة ما حتتكرر أبدا طبعا، ذكريات يعني لكيف ذات. طيب لوجين أنت ما شاء الله كم مسيرتك في الموضوع هذا؟ أنا سلي يعني من لو بدي أبدأ من وقت ما درست فسلي 3 سنين في موضوع يعني فريلانس فوتوغرافر. أيوة. وبعدين الآن في مجال التدريس سلي 1.5 سنة أدرس تصوير فوتوغرافي. ما شاء الله جميل. وكيف شفتي التدريس؟ يعني أنت أول كنت طالبة والحين يعني أستاذة، كيف لقيت الإقبال؟ أنا أحب أقول أنه أنا ما عمري تخيلت نفسي أني أبدأ في مجال التدريس، لكن وجدت فعلا نفسي في مجال التدريس وبستمتع جدا أنه أنا أعلم وأشوف كيف يعني طالباتي بيتعلموا. بيبدأ تجيني بعض الطالبات الوحدة فيهم ما تعرف كيف تمسك الكاميرا، ما تعرف كيف فين البطارية أو الكارد يتحط في الكاميرا. طبعا احنا بنتكلم على ديجيتال فوتوغرافي مش ايوه التصوير اللي هو الفيلم كاميرا والاشياء زي دي. ايوه. فلما بتجيكي طالبة تكون دوبها تتعلم كيف تمسك كاميرا وبعدين بتلاقيها في الأخير صارت بتعمل لك صور فنية رائعة، بتتحط في معارض وبتفوز بمراكز أولى. أنا واحدة من طالباتي فازت بالمركز الأول على السعودية السنة اللي فاتت في الملتقى الثالث. حلو. جميل. في السعودية. إيوه طبعا كانت فرحة كبيرة لي، أنا حسيت أنه أنا اللي فزت. حلو. مش هي اللي فازت. طب طبعا شعور طيب جدا رائع. طيب رجين الملتقى
هذا أوكي. يعني على كل اللي فيه وعلى كل الأشياء الجميلة اللي صارت فيه والورش والتدريبية في حتى مقسمين في أجنحة مسوينها بترتيب وأنظمة حتى دخلتوا كمان من حياة الملك عبد العزيز كمان. مزبوط مزبوط. كيف كان الإقبال هنا؟ إقبال رائع، إقبال مش بس من السعوديين، إقبال كان كبير من الأجانب اللي جو شافوا. يعني أنا شفت ألمان إنجليز كلهم جايين، يعني في حتى سكشن كان لمصور إيطالي جاء صور السعودية من 70 سنة يمكن، مصور الحياة الريفية والسعودية. جميل. إقبال رائع من كل فئات المجتمع، من كل مش بس المجتمع السعودي والمجتمع العربي، حتى المجتمع يعني الغربي. أيوه. كان إقبال جدا حلو. لا هو جميل، أنا حتى سمعت عن وزارة الهيئة يعني مسوت كمان موقع إلكتروني لكل الناس الراغبين في الموضوع هذا. مزبوط. صح؟ مزبوط. طيب هلا. كنت بسألك كمان صورتك اللي فزتي فيها، اشرحي لي الصورة هذه. الصورة احنا شفناها جميلة وشافوها اعزائي المشاهدين. ايوه. بس انتي ابغى اشرحك. هذه اشتركت فيها في قسم التطور العمراني، فانا كنت مصورة هذه صورة لتوسعة الحرم المكي الشريف. طلعت فوق فندق الانتركونتيننتال وصورتها، حبيت اني ابين المبنى وهو بيكبر. انا بالنسبه لي اللي كان عاجبني شخصيا في الصوره انه كانت في وقت كان كل العمال موجودين على العماره، وشوفيهم زي النمل الصغار اللي بيبنوا هالمبنى الشاهق التوسعه العظيمه اللي حتصير. صح. للحرم المكي الشريف. فانا حسيت ان هي رمز فعلا للتطور العمراني اللي احنا عندنا في السعوديه. لا رائعه. احنا شفنا الصوره ما شاء الله، الله جميله صراحه. شكرا. ما شاء الله. وانا اهنيك يعني حتى كيف الموقع اللي انت اخذتيها منه. الله يسلمك. طيب لوجين، ايش اهدافك او ايش طموحاتك ان شاء الله مستقبليه؟ طموحاتي باذن الله، اول طموح عندي اني اكمل كمصوره. انا ابغى اجابه اولى وكاستاذه. كمصوره. ايه؟ طيب كمصوره ان شاء الله طموحي اني اعمل يعني اكزيبيشنز هنا في الرياض ان شاء الله، وفي السعوديه تكون فيها معروضه اعمالي. انا اشتركت في كم واحد لكن كانت مشاركه مع زميلات لي في الجامعه. فهذا اول شيء حابه اني اعمل حاجه خاصه لي. كاستاذه بدرس تصوير، حابه اتمنى اني ان شاء الله اكمل الدكتوراه في التصوير الفوتوغرافي، ان شاء الله يعني افتح قسم للتصوير الفوتوغرافي في جامعه نوره باذن الله. حلو. يعني ممكن ممكن انك تتبني اتمنى موهوبات. ايوه اكيد طبعا، انا جدا اشجع الموهوبات حصريا، هذا من عندنا تتبنى اي موهبه. اكيد اكيد دائما انا ما عندي مانع اساعد من جميع النواحي. جميل. اي احد عنده سؤال، اي احد عنده استفسار، بالعكس اتمنى يعني احس براحه وبسعاده داخليه فظيعه لما احس ان في احد عنده استفسار وانا بساعده، او اتمنى يعني. يسعدك ربي. انا بديك الساعه اتبنى احد. يسعدك ربي. احنا صراحه فعلا انبسطنا باللقاء هذا الشيق معك. الله يسلمك. انا اللي عندي لك سؤال يا خلود. تفضلي حبيبي. الان انا لو كنت مشاهد حقول طب هم ليش عملوا مقابله مع الفايزه بالمركز العاشر؟ ليش ما عملوا مقابله مثلا المركز الاول او الثاني او الثالث؟ فزتي علي. يلا جاوبي. ومني لك دقيقه. ليش؟ ليش؟ أنا أسألك أنت قولي لي. لأن عندهم وجهة نظر. أيوه. أوكي، وشافوا صورتك مميزة جدا. صحيح، أوافقك الرأي. مو أبدا مو أقلية بزملائك ولا بالمرتبة الأولى اللي فاز ولا المرتبة الثانية، لكن فعلا صورتك ما شاء الله غير أنها مميزة، أنها لأطهر بقعة. مزبوط. على وجه الأرض. الله يسلمك. شكرا حبيبي. الله يعطيك العافية. وإحنا فعلا وهذا لنا شرف كثير لك، وكان نفسنا نستضيفكم كلكم العشرة. الله يسلمك. والله العظيم بس الاستوديو حقنا أنت شايفته كيف. يسعدكم ربي. فأعزائي المشاهدين إن شاء الله بإذن الله أنكم انبسطوا باللقاء هذا الشيق مع الأستاذة الجامعية أوكي لوجين مرزا والفنانة إن شاء الله والطموحة. الله يسلمك. واللي بنشوف لها معارض أكثر وأكثر وبتتبنى مواهب هذا اللي قالته عبر قناتنا. إن شاء الله. اوكي، وزي ما نذكركم كمان اعزائي المشاهدين وزاره الهيئه ما قصرت كمان مع الشباب ومع الطلاب. عندها موقع على النت وتقدروا بتشوفوه وتقدروا تدخلوا للناس اللي عندهم يحبوا يتابعوا، وبتقدروا تدخلوا على www.colored.sa. هذا الموقع اللي ممكن أي أحد يبغى يدخل يشارك بمواهبه بأيا كان الملتقى، هذا بيحتضن جميع الشباب وجميع الطلاب وجميع الأعمار وجميع الأجناس. يعطيكم العافية، والآن أنتقل إلى فاصل ثم نعود إليكم.